السلام عليكم أعزائي متابعي لقناة عشاق العلوم. إذا هذا الفيديو الثالث. إذا كما جرت العادة قلنا سياسة القناة هو دائما التذكير والتركيز على ما يمكن يعني الاحتفاظ به في الذاكرة. إذا ce qu'il faut retenir de la vidéo numéro 2, ما يجب التركيز عليه في الفيديو الثانية. On a dit que lors des excitations successives pendant la phase de relâchement, engendre un tétanos imparfait. Idem, احتياجات متتالية, احتياجات متتالية في المرحلة ديال الاسترخاء العضلة, فكيكونوا لنا ولا كيعطيو لنا واحد ما يعرفوا بالكزاز ناقص. Alors que des excitations successives pendant la phase de contraction engendrent un tétanos imparfait. بينما الاحتياجات المتتالية في مرحلة التقلص فهو كينتج لنا ولا كيعطينا واحد الكزاز كامل, انه هو اللي كيتمثل بواحد المنبسط يعني مستوي ما فيهش تموجات. ودوزنا قلنا ان لا كونتراكسيون مسكولير اي اكومباني بار, دونك قلنا الظواهر المصاحبه للتقلص العضلي بدينا بشنو بالظاهره الحراريه, وعندنا قلنا جوج انواع ديال الحراره. دونك لا كونتراكسيون مسكولير اي اكومباني بار لا ليبراسيون دون شالور انيسيال بوندون اون كور دوري اي دو غراند كونتيتي ديرول لو ديبي دو لا سوكوس مسكولير. Et elle est accompagnée aussi par la libération d'une chaleur retardée pendant une longue durée et de faible quantité à la fin de la secousse musculaire. Et nous avons parlé de la chaleur, c'est-à-dire une chaleur initiale, qui est dans la chaleur, ou qui est dans la chaleur, ou qui est dans la ديال التقلص وحرارة الاسترخاء. وحرارة التقلص قلنا كتكون أكبر نسبيا من حرارة ديال الاسترخاء, وعندنا حرارة كتجي من بعد, كتجي يعني متأخرة, إذا فهي يعني كتستمر واحد الوقت طويل, ولكن يعني الكمية ديالها ولا نقولوا يعني الطاقة ديالها فهي ضعيفة مقارنة مع الحرارة البدائية. فهم هي اللي كتسمى سي لا شالور روتاردي او الحراره المتاخره. اذا هادشي اللي شفنا في الفيديو الثاني وهادشي اللي نحاولوا نركزوا عليه, وهادو راه كيكونوا بعده اسئله خاصه في مثلا في استرداد المعارف او خلال بعض التمارين. اذا نعرف شنو هي الحراره البدائيه في الخيال الاولى اللي كتجي ولا هي المتاخره, شحال لانتونسيتي ديالها, الكميه ديالها, التوقيت ديالها, نعرف ان شنو هو الكزاز يعني تيتانوس امبارفي وتيتانوس بارفي. ايوا هكا كنكون يعني ركزت الافكار ديالي. نتمنى هادشي تنقلوه وتحاولوا تركزوا عليه. اذا انا كنعطيكم ما يجب يعني التركيز عليه. اذا دابا غنبداو الفيديو ديالنا الثالثة من حيث انتهينا, وكما وعدتكم غنحاولوا نديرو على شكل تمارين. اذا قلنا ان الظواهر المصاحبة هناك عدة ظواهر, عطينا الظاهرة الحرارية, دابا غنشوفو الظواهر الكيميائية. الظواهر الظواهر الكيميائية يعني لي فينومين شيميك. دونك لي فينومين شيميك اكومبانيون لا كونتراكسيون مسكيلير. دونك نحاولوا نديروهم على شكل تمرين اللي غنديروه مباشره. اذا هنا كاين واحد جوج ديال العلماء, دونك قام العالمان شوفو وكوفمان, واخا ديال المواد مزيانة تبقى عندكم المعلومات. قام العالمان شيفو و كوف بتحليل, هذا هو المهم, بتحليل الدم
الموجود في العضلة في حالة راحة يعني أو استرخاء في حالة راحة وفي عضلة في حالة نشاط وفي حالة لما نوليو نكرو العضلة إذا تحليل الدم الموجود في العضلة في حالة راحة وفي حالة نشاط إذا النتائج هما هادو اللي غيكونوا في الجدول نقطتان يعني خلال ساعة وبالنسبة للكيلوغرام نديرو ساعة وبالنسبة للكيلوغرام إذا الخانة الثانية تكون فيها عضلة في راحة والثالثة غتكون عضلة في نشاط نعطيو النتائج المبينة إذا هنا نعملو يعني الحجم ديال الدم خلال ساعة وبالنسبة للكيلوغرام الحجم الدم العابر للعضلة يعني الدم اللي دخلنا في العضلة الخانة الأولى الخانة الثانية O2 المستعمل يعني الأكسجين المستعمل CO2 المطروح بطبيعة الحال جليكوز مستهلك جليكوز المستهلك هنا عندنا البروتينات المستهلكة البروتينات المستهلكة وهنا الدهنيات المستهلكة تقريبا هذا هو ديالنا ديال اللي كيهم هو باش نعرفو هادشي مصور باش تشوفو يعني مباشرة إذا عندي 12.220 لتر إذا الحجم داكشي غنديرو في اللتر وحدة هي اللتر هادي عضلة في حالة راحة العضلة في حالة نشاط ف 56.325 لتر إذا بالنسبة للأذن المستعمل 0.307 لتر دونك حتى هو بالحجم ولدنا إلى 5.207 لتر نشوفو السي أو دو المطروح دونك هنا السي أو دو المطروح 0.220 لتر وهنا سيرتفع إلى 5.950 لتر إذا الجليكوز مستهلك هنا غينتقلنا الجليكوز مستهلك من 2.042 غرام الكتلة غينتقلنا 8.432 غرام إذا بالنسبة للبروتينات المستهلكة هنا 0 غرام سواء خلال الراحة ولا خلال النشاط نفس الشيء بالنسبة للدهنيات وهادشي كله غنحاول نحلو إذا السؤال هو يعني حلل نتائج الجدول السؤال الأول حلل نتائج الجدول والله يرضى عليكم من لهنا غتحاولوا تبقاو تدربوا على يعني كيفاش تتعاملوا مع هاد الكلمات ديال التمارين كيكونوا بسيطه للغايه وكيكون الاجوبه كلها عندك تقريبا في التمرين
بعض المرات كتعتمد على يعني معلومات بسيطة قبلية ديالك اللي عندك، بينما تقريبا التمرين كيحاول يعطيك الأكبر عدد ممكن من المعطيات، خصك غير تفهم كيفاش يعني توظفهم. إذا ملي كنسمعوني حلل تقريبا يعني كنحاول ندير داك المقارنات اللي عندي، كنحلل هاد النتيجة، ما نخلطش مع الاستنتاج. الاستنتاج كنقول زعما لماذا، علاش هاد الشيء، هاد النتائج اللي خرجوا لنا هكا من خلال التحليل ديالنا، شنو هو السبب ديالو؟ اذا هنا كنكون دخلت في الاستنتاج، وغادي تكون هي يعني السؤال الثاني اللي غيقول لك ماذا تستنتج بخصوص مصدر الطاقة. إذا كنقرا السؤال مزيان كنشوف شنو طالب مني. ماذا تستنتج بصفة عامة؟ ركز لك بخصوص مصدر الطاقة اللازمة للتقلص. يعني هذا هو السؤال الثاني. اذا هنا اول حاجه كنحلل كنشوف النتائج واضحه، كنمشي لهنا كنشوف. اذا هنا عندي عضله في حاله راحه، هنا عضله في حاله نشاط، سمعني خلال ساعه من الزمن وبالنسبه للكيلوغرام يعني ديال واحد يعني الشخص معين. غنشوفوا الحجم ديال الدم العابر للعضله، الحجم ديال الدم اللي دخل في حاله راحه، فالحجم ديال الدم اللي كيدخل هذا 12، يعني ارتفع لنا 56. إذا ديما عندي ارتفاع في الكمية. إذا أجوبة، دونك أولا كنعمل عندي الحس، عندي هنا 1 2 3 4 5 6، كنعمل كل نقطة بوحدها بالنسبة يعني الحجم الدم العابر للعضلة. إذا اش غادي نقول؟ ارتفاع حجم الدم العابر للعضلة. إذا لا بغيت نزيد نفصل، إذا ارتفاع حجم الدم العابر للعضلة خلال النشاط، باش كنثبت أن يعني إمتى كان عندي النسبة منخفضة وفوياخ النشاط العضلي، باش نزيد نثبت. اذا من تقنا مع عضله في راحه، العضله يعني خلال النشاط ديالها، فالكميه ديال الدم زادت. اذا كان نفس، غنمشي بنفس الوتيره، او دو المستعمل تا هو، اذا او دو او ارتفاع، هذا هو التحليل ديال ارتفاع نسبه ولا كميه اودر بالحجم، لان هو اعطيناه بالحجم اودر المستهلك خلال النشاط. ديما خلال النشاط، انا كنقارن دابا العضله ما بيني كانت يعني في راحه ولات في نشاط. اذا نمشي للنقطه الثالثه بالنسبه للصيود المطروح، نفس الشيء. اذا غنسمي ارتفاع حجم CO2 المطروح خلال النشاط. شنو النقطة ديالي عاد تهزها؟ بالنسبة للجليكوز، العضلة في حالة الاسترخاء كانت كتستهلك 2.42 غرام، في حالة النشاط ولات كتستهلك، إذا ارتفاع، خصني نعرف غير نحط الكلمات ديالي، ارتفاع استهلاك، بما ان عطيني هنا بالجرام، نقول كميات ارتفاع استهلاك كميات جليكوز، قلنا ديما خلال نشاط الحركة. بالنسبة لهنا البروتينات المستهلكة كانت عندنا صفر وبقات لنا صفر، إذا شنو كان
بالنسبة للتحليل، أي أن ليس هناك يعني استعمال ل، إذن ليس هناك استعمال للبروتينات والدهنيات من طرف العضلة بصفة عامة، يعني سواء خلال النزل سواء خلال الراحة أو خلال النشاط، أي أن العضلة ما تستعملت ليش. إذا من هنا كنستنتجو أن يعني لو سيبستخا يعني المستهلك لإنتاج الطاقة هو الجليكوز من طبيعة الحال. إذا هنا كنكون جاوبت على السؤال الأول. السؤال الثاني كيقول لك ماذا تستنتج، ماذا تستنتج بخصوص مصدر الطاقة اللازم للتقلص. إذا هنا لاحظنا مزيان، لاحظنا مزيان، عندنا كونسوماسيون دو لوكسيجين اي كونسوماسيون دو جلوكوز، قلنا يعني طرح سي او 2 وعندنا لا كونتيتي دو سون كي اوغمونت، دونك هادو كلهم مرتبطين. دونك مي كنكون انا عندي قاري الدروس ديالي مزيان وفاهم مزيان وكذا، كنعرف ان او 2 باش تكون عندي كميه او 2 كبيره خلال النشاط، اذا اوتوماتيكمون الحجم ديال الدم العضله غادي تزاد. علاش؟ لان اللي كيترونسبورتي لي لوكسيجين اللي غيجيب لي لوكسيجين هو الدم. اون سي بيان كو لو سون يعني بارمي لي برينسيبال يعني فونكسيون ديالو هو لو ترونسبور، هو لو ترونسبور اون جينيرال يعني دي زاليمون اي دي غاز، اي بارمي سي غاز سي لوكسيجين il combine avec l'hémoglobine و كيمشي. وهذا راه تقدروا ترجعوا حتى للدار ديال الثالثه اعدادي يعني في الجهاز يعني الدوراني، فشفتوا ان يعني لو سون ترونسبور لوكسيجين، وكيكون هذاك سي تان سون يعني هو لو سون روج يعني الدم الاحمر، اي انه هو اللي كيكون غني بسميتو بالاكسجين. اذا اللي كيهمني هنا يعني هادو كيمشيو اون باراليل يعني سون بروبورسيونيل، دونك الا بغيت كميه الاكسجين اوتوماتيكمون انا محتاج للاكسجين بزاف، اذا ضروري الدوره الدمويه خصها تولي نشيطه، بمعنى ان الضخ ديال الدم خصو يطلع. لذلك كنشوفو هنا من 12 ل 56، هنا الاو 2 من 03 ل 35 اوتوماتيكمون. الا الخليه استهلكت واحد الكميه كبيره ديال الاكسجين، اذا فهي غطرح واحد الكميه كبيره ديال ثاني اكسيد الكربون. ها هو السيد مي كانت العضله في راحه فكان عندنا هالكميه اللي كتطرح السي او 2، لان اصلا هالكميه اللي كانت كتكونسومي لا سيلول عاوتاني، داكشي ماشي يعني بالتوازي يعني الي بروبورسيونيل يعني تناسبي. اون فوا الكميه ديال الاكسجين المستهلكه كبرت اوتوماتيكمون حتى الكميه ديال السي او 2 المطروحه كبرت. في نفس الوقت هذا الاكسجين لان الجسد لاش محتاج هادشي كله حنا باش نعرفو محتاج للطاقه، اذا هاد الاكسجين حنا كنعرفوه الكميه ديالو كثرت لاش، لان تل اذا اوتوماتيك تل كونسوماسيون ديال الجليكوز طلعت. اش كنعرفو حنا شنو غيوقع عندنا؟ اذا شنو وقع عندنا هنا؟ ان هاد الجليكوز تفاعل مع الاو 2 باش ينتج لنا الطاقه بكل بساطه، وغيطرح لنا السي او 2 اللي هو هذا، وحنا جبرنا التحليل الاستنتاج ديالنا هو هذايا، اي ان هناك العمليه ديال التنفس. فهم؟ اذا من بين الظواهر الكيميائيه اللي كتمشي هي سي لا ريسبيراسيون سيلولير، وقعتنا لا ريسبيراسيون سيلولير. شنو في اخر المطاف لا ريسبيراسيون سيلولير اش كتنتج لنا؟ كتنتج لنا الطاقه. اذا هادكم جاوبنا على السؤال بالتفاصيل. اذا هادشي انا شرحته لكم كامل، يمكن لك تبلور تاخذ نقط اساسيه. يعني عندنا اذا استهلاك الاكسجين، استهلاك كميه كبيره من خلال النشاط العضلي تستهلك كميه كبيره من الجليكوز وكذلك من او 2، ومن هنا نستنتج ان هناك تفاعل ما بين الجليكوز والاو 2 لانتاج الطاقه، وبالطبع هناك طرح لثاني اكسيد الكربون، وراه شفتوا هادو في سواء في لاشين ريسبيراتوار وفي خلال السيكل دو كريبس اكسيتيرا، دونك سي لا ريسبيراسيون سيلولير بكل بساطة. إذا ماذا تستنتج بخصوص مصدر الطاقة اللازمة للتقلص؟ نستنتج بخصوص مصدر الطاقة هذه في الآخر، لازم دير هاد شوية ديال
هكا يعني تبين هذه الاستنتاجات المنطقيه، وتقول اذا نستنتج ان هناك استهلاك لل يعني تفاعل الجليكوز مع الاكسجين لانتاج الطاقه، وهو ما يعرفه التنفس الخلوي بكل بساطه. اذا العضله تستعمل الجليكوز في حضور الاكسجين، اي انها تقوم بظاهره التنفس الذي يعتبر مصدرا للطاقه اللازمه للتقلص حسب المعادله التاليه. اذا لا بغيتي تزيد تبين، اذا كنظن هذا الشيء دابا سافرها عندكم منقول، ممكن نمسح هنا باش نحاولوا في الاخر باش كتزيد تبين الاستاذ انك راه حاضي صورك كتعطيه، يعني راكم عارفين لا رياكسيون سي 6 اش 12 او 6 اللي هو هذا سي هاد الجليكوز بلس 6 او 2 ها هو وهذا. اذا غيعطينا شنو 6 سي او 2 كيتطرح، ها هو ها هو المطروح كمية كبيرة هو 6 سي او 2 زائد 6 اش 2 او بطبيعة الحال خمطرو شنو، دونك الماء ديما كي لعقلته هنا ديك اللي كيوقع لنا الاختزال ديال يعني ديك الالكترونات في لاشين ريسبيراتوار يعني في السلسله التنفسيه لورسكيل باس دان ريسيبتور ديالكترون ان نوتر على فان في الاخر شكون اللي كيستقبلهم هو ليون او 2 كيكون او 2 موان مع ديك، اذا كيكون محتاج لدوك لي دوز الكترون ومع من كيتزاد مع الاش الاش 2 دونك 2 باش كيعطينا اش 2 او كيعطينا الماء. هادي ما خصهمش نساوها نهائيا، دونك كيوقع لنا يعني كما قلنا الاختزال ديال داك او كيكون او كيصبح لنا اش 2 او هو هذا. واللي مهم ها هو او بليس او لينيرجي، اذا غتقول له هذه هي الطاقه اللازمه للتقلص. منين جاتنا؟ من تفاعل الاكسجين مع الجليكوز وطرح سي او 2 طبيعي الحال. بالنسبة لهذه قلنا الحجم ديال الدم العابر التفسير ديالو راه واضح، لأن الجسم كيولي محتاج لواحد الكمية ديال الأكسجين، وكنعرفو حنا اللي غيجيب لنا الأكسجين ما هو إلا الدم، إذا ضروري تنشط يعني الكمية ديال اللي غتضخ ديال عبر ديك العضلة فغادي تتزاد. وهكا كنكونو جاوبنا على السؤال ولا على التمرين بالأسئلة ديالو بجوج في نفس الوقت بقابنا. ولا لاحظتو راه هناك تداخل، ديما كاين هاد التداخل ما بين الوحده يعني الدرس الاول والدرس الثاني، لا داكشي هما مجموعين في وحده واحده الوحده الاولى فهم. اذا نحاولوا عاوتاني نبقاو ديما في الفينومين شيميك ونمشيو تمرين اخر اللي غيزيد يوضح لنا هاد العوامل الكيميائيه المصاحبه للتقلص العضلي. إذا شنو العضلة دابا حنا شنو باش تعرفوا العلاقة بين العنوان اللي درنا وهذا التمرين اللي درنا، يعني راه حنا درسنا واحد ظاهرة كيميائية اللي مصاحبة لا كونتراكسيون اللي هي لا بروديكس يعني لا كونسوماسيون ديال الجليكوز ولا رياكسيون دي جليكوز افيك دو لوكسيجين بور فورنير دو لينيرجي نيسيسير ا لا كونتراكسيون مسكيلير. دونك ديما عندنا العلاقة مع لا كونتراكسيون مسكيلير. فينومين شيميك دونك الظواهر الكيميائية. بون دونك اون فا فوار ابارتير دان نوتر اكزيسيس دونك نفس الاتجاه. دونك يطلب منا باش نحلو حل النتائج الجدول التالي، شنو هاد الجدول نحاولو تا هو نديرو كله، يعني عندي هنايا الطاقة المبذولة، الطاقة المبذولة الطاقة المبذولة او دو المستهلك اكسجين المستهلك، والخانة الثالثة الحمض اللبني
اسيد لاكتيك. اذا كما لاحظتوا فاحنا كنحاولوا ما امكن نوازنوا ما بين العربيه والفرنسيه، لان في اخر مزيان يكون عندكم يعني سواء في الفهم سواء غير في اخر المطاف، دار لان انتم ترجعوا لهاد الجمل ديالكم اللي مكتوبين وكذا باش ما تبغي تري ديجي، راه عندك كل شيء مكتوب، اللي مهم هو انك تفهم. اذا نحاولوا انتم كتشوفوا كنوازنوا ما بين العربيه والفرنسيه. الرقم المعدوله وهذا مفيد بالنسبة لكم، تكون عندكم يعني اللون يعني بيلانج، اللي مهم هو أنك تفهم وتحاول تفورميلي. إذا عندي هنايا 44 نفتحهم هنا، دونك عندنا 44 هنا 2.17 هنا آثار أي دي تخاص، كل دي تخاص يعني شوية. إذا هنا نولى الطاقة المبدولة 52، ف يعني الكمية ديال المستهلكة الأكسجين هي 2.8، إذا باقي عندنا آثار ديال سميتو بلاتنا هنا 52.5. إذا الأودو المستهلك هي 3.01، إذا باقي عندنا آثار ديال الحمض اللبني. طلع لنا المجهول 68، أودو المستهلك هو 3.04، إذا ولا لنا هنا الإنتاج ديال الحمض اللبني بواحد الكمية 1.952. إذا طلع لنا الطاقة المبذولة إلى 79.5. هنا الكمية المستهلكة الأكسجين صافي وصلت للطوب ديالها، بقات يعني كونستانت فيكس 3.04. إذا شنو كنلاحظو بالمقابل؟ إنتاج كمية جد مهمة ديال الحمض النمر اللبني، طلعت لنا من 1 إلى 13. إذا هنا المجهود زاد 92، إذا ديما الكمية الأكسجين المستهلكة بقات هي هي، إذا عندنا إنتاج كمية كبيرة ديال الحمض النووي. إذا المجهود زاد، طلعوا لنا 101، كمية الأكسجين بقات لنا هي هي زادت، ولكن الإنتاج ديال الحمض اللبني هو اللي كيتزاد 37.66. إذا أول حاجة كدير واحد القراءة متأنية لهذا الجدول، وكما قلت لكم راه تقريبا كل شيء كيكون عندكم في كتعتمد على واحد شويه ديال ديك المعلومات القبليه اللي عندك، وكتصاغ ديك المعطيات ديال التمرين وكتحاول تجاوب. هادو هما تقريبا يعني التمارين ديال العلوم الحياه والارض، خصك غير تخدم داك الذكاء ديالك ولكن تكون فاهم، هذا هو اللي مهم. علاش حنا كنركزوا على الفهم؟ تفهم دوك واي ساجي، يعني ملي كتفهم راه كيكونوا عندك معلومات داخل داك التمرين، كيسيفي غير انك تعرف كيفاش تساوم. اذا لاحظنا هنا ملي كانت يعني الطاقه المبذوله واحد القوه معينه، عندنا استهلاك الاكسجين، اذا عندنا اثار ديال ديك تخاص، يعني واحد النسبه الى درجه يعني نيجليجاب، يعني شنو اثار ديك تخاص ديال الحمض اللبني. عاوتاني المجهود زاد طلع، المجهود زاد طلع، بحال مثلا هذه شي رياضه، شي رياضه كيلعب ماشي وكيزيد في يعني المجهود ديالو ماشي وكيتزاد، هذا هو الطاقه المبذوله. اذا كل ما تزاد المجهود كل ما الكميه ديال الاكسجين حتى هي كطلع، ولكن بدون تكون حمض لبني. نفس الشيء حتى ملي وصلنا لهنا، نفس الشيء باقي ما عندناش تكوين الحمض النبوي، اذا عندنا يعني تصاعد الكميه ديال الاكسجين، وصلنا ل 3.04، إذا المجهود زاد طلع، بدا كيبان لنا هنا يعني طلعت لنا نسبيا داك الكمية ديال تكوين الحمض اللبني، ولات 1.900، يعني نسبيا راها باقا قليلة، ولكن تحاول. شنو غنلاحظوا هنا؟ الكمية ديال الأكسجين المستهلك بقات هي نفسها، يعني ما زادتش، أي أننا هنا مبقيناش كنستهلكوا الأكسجين، بكل بساطة هكا خصكم تحلوا بها. إذا شنو وقع هنا؟ المجهود مازال كيتزاد. اذا اش كتعني المجهود مازال كيتزاد؟ اي ان داك الرياضي ولا داك الشخص اللي كيبذل داك المجهود راه مازال كيمارس الجهد ديالو ولا التمرين ديالو رغم
توقف استهلاك الاكسجين. ولكن بالمقابل شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ان الكميه ديال انتاج الحمض اللبني لاسيد لاكتيك كترتفع. اذا كنضر بالكم دابا يعني هكا خصك التمرين في الاول تفهم شنو عاد كتبدا شويه بشويه على حسب الاسئله اللي عاطيك، ولكن تفهم بعدا شنو كاين. اي ان هنا ولا عندنا يعني العمل في وسط لا هوائي، ملي كتشوف يعني الانتاج ديال الحمض اللبني اي ان هناك يعني واحد التجديد ديال الاطبي، ولكن في واحد المسلك لا هوائي ولا في واحد لو ميليو انايروبيك، لان الكميه الاكسجين المستهلكه حبست هنايا في هذه الكميه، دونك ما بقيناش كنستهلكوا الاكسجين. اذا والمجهود باقي خدام، اي ان هناك انتاج ديال الاي بي في غياب الاكسجين، اوتوماتيكمون يعني عندي عمليات التخمر اللبني لا فيرمونطاسيون لاكتيك تو سامبلومون. اذا بالنسبه نبداو بدقه بدقه، فكنقولوا عندما تتناسب كميه اودو المستهلك مع الطاقه المبذوله من طرف هذا الشخص نلاحظ شبه انعدام الحمض اللبني. عندما تتناسب كمية الأودو المستهلك مع الطاقة المبذولة من طرف هذا الشخص نلاحظ شبه انعدام الحمض اللبني. هي ديك الخانة تقريبا ثلاثة اللوالة، يعني كان هناك تناسب ما بين ذاك المجهود المبذول وما بين الاستهلاك ديال الأكسجين. ولا لاحظتوا هنايا المجهود يعني كيمشي نسبيا يعني يعني سكسيسيف، يعني بواحد الطريقة يعني تصاعدية، ولكن يعني يعني شويه بشويه. هنا المجهود تقريبا ولا يعني نقزنا من 52 68 على 68 حتى 79، من 79 ل 92 يعني المجهود ولا عنيف شويه. وهنا كنعرفوا هذا النوع ديال التمارين الرياضيه بحال هذه المسلك اللي كيكون يعني صالح فيهم كذا، هو لان علاش الجسم كيكون محتاج لواحد الطاقه انيه، عنده واحد المجهود كبير ولكن ما خصوش يساين باش يستجب ويحاول ينفذ ذاك المجهود اللي مطلوب منه. مثلا بحال جري السرعه، بحال حمل الاثقال يعني ديال واحد الوزن كبير باغي يحملو يعني في واحد يعني التوقيت غيكون قصير، ولكن واحد الجهد تري تري امبورطون، دونك ما غيتسناش الجسم تتوقع المساله ديال التنفس. كتعرفوا شحال طويله والسيكل دو كريبس ولا الشين ريسبيراتوار ولا فوسفوريليزاسيون اوكسيداتيف اكسيتيرا، دونك فكيلتجا ديما لا فيرمونطاسيون التخمر، ولا فيرمونطاسيون كما قلنا هي اللي واخا كتعطي واحد الكميه هي راها قليله راه كتعرفوها يعني الحصيله ديالها جوج اطيبي، ولكن هناك السرعه او لا يعني في الاوساط اللاهوائيه بصفه عامه خاصه عند الفوسفوكريات، وهذه احنا نوصلوا ليها ان شاء الله. اللي كيهم هو هذا التمرين، هذا الشيء اللي بغا كيعالج. عندما يصبح اودو المستهلك ثابت رغم ارتفاع الطاقه المبذوله نلاحظ ارتفاع تراكم الحمض اللبني. اذا دابا هنا غير كنحلل منين الاكسجين ولا حابس ما بقاش كيتستهلك والمجهود باقي كيطلع، شنو وليت كنلاحظ بالمقابل انتاج كميه متزايده ديال الحمض اللبني. هذه هي اللي كتعني هاد لافراز هذه. اذا نعاودها مره اخرى، عندما يصبح اودو المستهلك ثابت رغم ارتفاع الطاقه المبذولة نلاحظ ارتفاع وتراكم الحمض اللبني. شنو هي شنستخلصوا الخلاصة؟ إذا عندما تصبح الظروف لا هوائية تلجأ العضلة لمصدر ثاني للطاقة وهو التخمر اللبني حسب التفاعل اللي كتعرفه. وهذا منين تعرف تزيد تكسبتيه للأستاذ باش كتزيد تبين له يعني أنك راك عارف راسك اش كدير وعارف شنو كتسميتو. إذا الخلاصة شنو هي؟ عندما تصبح الظروف هاي عندما تصبح الظروف لا هوائية أي أن الاستهلاك ديال الأودو ما بقاش، لأن بقاتنا ديك النفس ما يوصلنا لها 3.4 ما بقاش الاستهلاك. إذا هنا ولا عندنا يعني حيز لا هوائي أو ظروف أو حيز لا هوائي، إذا أوتوماتيكمون العضلة غتلجأ إلى التخمر اللبني. إذا حسب يعني ال يعني سي 6 اش 12 او 6 كما قبيلا عملنا على زائد او 2، دابا معدنا زائد او 2 يعني في غياب الاكسجين، هادشي كيتسمى هادي سي فوا انايروبيك، فوا انايروبيك يعني لا هوائيه بدون تلوث اكسجين. دونك يعطيني جوج ديال سي اش 3 سي اش
OH COOH إذا هذا هو الحمض اللبني زائد E دي معنى دي اللي كتهمنا إذا شو الفينومين الشيميك الأول يعني هي الظاهرة ديال التنفس دابا ظاهرة ديال التخمر علاش سميناهم يعني عوامل كيميائية لأن كيعتمدنا على تفاعلات كيميائية أي أنهم كينتجولنا عبر تفاعلات كيميائية ديال رياكسيون شيميك أنتم كتشوفوا راه كاين هنا دي زونزيم كاين دي زيتاب أنتم دابا كتاخذوا داكشي اللي غيهمكم اللي كديروه اللي عندكم في البرنامج إن شاء الله ما تزيدوا تمشيو بالتعليم معايا راه غتبقى تزيد وتقراو هادشي بالتفاصيل المفصلة راه هناك العديد من ديك لي رياكسيون اللي درتو كاملين في الدرس الأول في الوحدة الأولى راه كاين دي طا دو رياكسيون يعني كيحاولوا يركزوا لكم غير على داكشي اللي مهم إذا وهكا كنكونوا عاوتاني جاوبنا على هذا التمرين الثاني وفي نفس الوقت عرفنا يعني ظاهرة أخرى جديدة ديال المصاحبة ظاهرة كيميائية مصاحبة للتقلص العضلي وغادي نختموا ان شاء الله بواحد التمرين ثالث بالنسبه اذا هادو راه كلهم ممكن يكونوا تمارين اللي تجبرهم في الوطني بحال هذا الشكل هكا راه كيكونوا غير بحال هكا ولا كيشبهوهم كيعطيك معطيات كيطلب منك تحلل وكيطلب منك استنتاج صافي بصفه عامه في جميع الدروس هذا هو اذا نحاول معرفه المصدر المباشر للطاقه المستعمله خلال التقلص العضلي نحاول معرفه المصدر المباشر للطاقه اذا اولا نضع عضله في وسط واحد نضع عضله في نضع عضله في وسط يحتوي على يحتوي على CA2+ و ATP بكل بساطة إذا واحد الوسط يحتوي لنا على لي زيون كالسيوم اي دو لا تي بي دوزيامون كيس كون فا فير نضع عضلة نضع عضلة في وسط يحتوي على يحتوي على مادة سامة تمنع هذا هو المهم هذه المادة السامة تمنع حلمات يعني ليدغوليز دو الاتيبي ليدغوليز دو الاتيبي إذا ضروري كنعرفوا أن الاتيبي يعني إذا كانت لقت هكا كاتيبي الجسم ما غيستافدش منها خاصة دابا حنا كنهضروا على العضلة لأن العضلة ماشي كتستافد من الأتيبي كأتيبي ولكن كتستافد من ديك الطاقة اللي كتحتويها هاد الأتيبي إذا ضروري خصنا ندوزو بالحلماء الهيدروليز شنو الحلماء هي أن هاد الأتيبي يعني بالإضافة ديال يعني ولا في حضور الماء حلماء أجل الماء الهيدروليز هيدرو يعني كيما تشوف حاجة فيها هيدرو ستادير عندها علاقة بلو H2O هي باش كتعطينا لا دي بي بلس بي اي فوسفات انورغانيك بلس او ها هي اللي غتستافد من العضله ولا الجسد بصفه عامه اذا هاد الدي بي ما خصهاش تبقى لنا هكا وركزوا على هذه باش اذا حنا في هذه التجربه الثانيه شنو درنا في فوا ان دوزيام طون جبنا واحد الماده سامه شنو الدور ديالها تمنع الحلم الاطي يعني هاد الاطي كتخليها كاطفي ما كتخليهاش تحلم ما كتخليهاش تحول اذا يعني كتمنع هاد لا رياكسيون بلغة أخرى صافي إذا لحقنا ندير واحد لوغراف يعني نلخصو فيها جوج ديال سميتو يعني هنا هاد أولا هي هادي وهنا ثانيا صافي تما غتكون أولا وتما ثانيا يعني هنا التقلص العضلي بدلالة الزمن اون فونكسيون دي طون عندما نرد عليكم اجابه هذه الهضره ما تسمش حاجه بدلاله كذا او هذه اون فونكسيون هذيك ديك لي اون فونكسيون كذا هي اللي كتكون هنا هي اللي كتكون فلاكس دي سابسيس والاولى كتكون فلاكس دي زوردوني صافي هذه ديما
باش ملي تبغيو تلاخروا ديالكم. اذا لاحظنا هنايا العاده اللي كانت فيها يعني سي ا دو بليس واحد الوسط فيه سي ا دو بليس ولا تي بي، اذا شوق عندنا هنايا هاد لا تي بي مع سي ا دو بليس، اذا لا تي بي تحل مأتنا لان ما عندنا حتى شي ماده سامه ولا في الوسط الطبيعي فكيوقع على الحل معها، وعطاتنا لا تي بي و بي اي والانرجي، اذا وقع لنا تقلص. غير زدنا داك الماده السامه هنا اوتوماتيكمون شنو وقع لنا العضله؟ وقع على الاسترخاء. هنا نقدروا يعطيك غير هاد لوغراف ويطلب منك تحلو بهذه الطريقه هذه، مفهوم؟ اذا حنا هنا السؤال كان قلنا هو يعني نحلو هاد سميتو. هنا السؤال كان نحاول معرفة المصدر المباشر للطاقة المستعملة خلال التقلص العضلي. إذا ما غنعرفو المصدر ديال الطاقة، يعني شنو هو هذا المصدر ديال الطاقة؟ هذا هو الـ يعني سميتو يعني الهدف من هذا السؤال هذا. إذا نحلو الميبيان ثم نستنتجو المصدر المباشر للطاقة اللازمة للتقلص العضلي. إذا عند إضافة الكالسيوم والأتي بي للوسط الأول نلاحظ ارتفاع التقلص العضلي. إذا هي هذه اللي رسمنا هنا بكل بساطة، يمكن لك تختصر بزاف الأمور وفي نفس الوقت تعلم تجيب يعني تفورمولي دي فراز جمل مركزة، ما تبقاش ديرو بحال غدير الإنشاء تبقى تعبر جملة طويل باش يكون مركز. ولكن شنو كنعني بمركز؟ ضروري ندخل مصطلحات علمية، ضروري كندخلو باش كيعفيوني من واحد بزاف ديال الكتابة، مفهوم؟ إذا هنا كنمشيو كنقولو عند إضافة الكالسيوم والأتيبي للوسط واحد نلاحظ ارتفاع التقلص العضلي، عند إضافة المادة السامة التي تمنح حماية الأتيبي نلاحظ ارتخاء العضلة. إذا شنو نستنتج؟ استنتج دابا ولا واضح. إذا المصدر المباشر للطاقة اللازمة للتقلص العضلي هي الطاقة المنتجة ولا الناتجة عن حلمات الأتيبي التي تتم حسب التفاعل التالي، وهذا الشيء اللي قلنا. ونستنتج يعني في الخلاصة هي إن التقلص العضلي يستلزم الطاقة الناتجة عن حلمات الأتيبي، لهذا يجب توفر الأتيبي أي يجب تجديده باستمرار. إذا شنو هي إذا قلنا يعني بالنسبة للتحليل هو غنقول أننا في الوسط الأول هذا هو مع تواجد الأتيبي والكالسيوم يعني وقع لنا تقلص عضلي، هو تقلص عضلي. التحليل ديالي الجزء الثاني ديال التحليل عند إضافة المادة السامة التي تمنع حلمة الأتيبي وقع هناك استرخاء للعضلة ولم تتقلص، يعني من بعد أن صافي الأتيبي. إذا شنو الاستنتاج؟ هذا هو المهم، استنتاج أن الطاقة اللازمة للتقلص العضلي تنتج عن حلمات الأتيبي، أي أن الطاقة اللازمة هي اللي كاينة عندنا في الأتيبي، ماشي يعني إذا خلال لأن ملي منعنا الحلماء وقعنا الاسترخاء. إذا هنا لاحظتوا نعطيكم واحد النصيحة، بقاو تجاوبوا مثلا على قد السؤال هنا شحال من واحد غير يدخل حتى السي أ دو بليس، واخا عندي السي أ دو بليس وكنعرفوا أساس التقلص وهذه هذا نوصلوا ليها، ولكن هو طالب مني الطاقة وبغى يشوف باغي يعرف شنو هي الطاقة اللازمة، ها شنو هي الطاقة اللازمة للتقلص العضلي. اذا غتهضر انت غير على الطي بي ولا على ديك سميتو وغدير له ديك سميتو اللي قلنا قبيلات، اي ان حساب التفاعل الكيميائي، علاش سميناهم ظواهر كيميائيه؟ لانه تفاعل كيميائي. قلنا هو لا تي بي كتعطينا لا تي بي بلس بي اي بلس او، هذه هي الجواب ديالنا. هنا كنعملوا اش 2 او يعني هو باش كتكون عندنا الحلماء عن طريق الماء. اذا هنا شنو الخلاصه من هذا التمرين ومن هذه الظواهر؟ الخلاصه
إذا الخلاصة من هذه التمارين يعني تقريبا ثلاثة، أي أن التقلص العضلي يستلزم طاقة الناتجة عن حمل الأتربي، لهذا يجب توفر الأتربي. إذا الخلاصة يجب توفر الأتربي اللازم لتقلص العضلي. وماشي غير هنا، اذا حنا ها هو حنا وفرناه، هو راه كيتستهلك كما شفنا كيتستهلك بسرعه. اذا شنو اللي مهم هنايا؟ شنو اللي مهم؟ يعني كي غنديروا نوفروه، اي يجب تجديده باستمرار. يعني ان هاد الاتيبي غنقارنوها لواحد الطاقه متجدده، هي اسمها الطاقه المتجدده، واللي العالم دابا كله كيتجه نحوها، خاصه المملكه المغربيه. يعني الطاقه الريحيه، الطاقه الشمسيه، شنو متجدده؟ اي انها تتجدد، ماشي بحال مثلا البترول ولا الفحم الحجري ولا الغاز، هادو كميات، يعني عندنا دي ستوك، عندنا يعني كميات في باطن الارض، يعني عندنا ان ستوك، يعني مع الوقت ضروري واحد النهار غيجي غيتسالى. اذا فهي طاقه غير متجدده، يعني كل ما صفينا البترول، كل ما طلعنا الفحم الحجري، كل ما طلعنا الغاز، داك لو ستوك ديالنا كيخوى، ما كيوليش عاوتاني يعمرنا مره اخرى، لذلك فهي غير متجدده. عاد نهضروا على انها غير نظيفه وغير كذا وملوثه الى غير ذلك. الجسم ديالنا هذا الطبي ما عندناش مثلا شي مخزونات اللي غنبقاو نخدموا بهم مثلا، لا عندنا واحد، ولكن غير باش نقضيو، لان ما تنساوش ان الجسم ديالنا كامل، انا دابا حيت كنهضروا على العضله، راه ماشي العضله بوحدها، ولكن العضله كتستهلك بزاف لانها كتقوم بمجهودات يعني قويه. جميع الخلايا ديالنا فهي كتستهلك سميتو لاستمرار الحياة، لأن الطاقة هي الحياة، جميع الخلايا. ما تنساوش أن الدماغ هو أكبر مستهلك ديال الطاقة، الدماغ ديالنا، رغم يعني عملنا المقارنة ما بين الحجم ديالو والمقارنة ديال أحجام أخرى ديال أعضاء أخرى، فغنجبرو هو كيستهلك واحد الكمية كبيرة. أوتوماتيكمون كنقولو استهلاك الطاقة بمعنى استهلاك الأكسجين والجليكوز. إذا أكبر مستهلك الأكسجين والجلوكوز هو الدماغ ديالنا. علاش؟ لأن كيقوم هو اللي كيقوم بكل شيء، التفكير، بالتخطيط، بأي حاجة، هو كل شيء. أوكي، هاد العضلة حنا قلنا منين كتجي شنو الأصل ديالها؟ هي ليكسيتاسيون، التهيج. منين كتجينا ديك ليكسيتاسيون يعني هي لانفلي نيرفوس، السيولة العصبية، كتجيب الأمر من الدماغ، من عند الدماغ، يعني عبر هذاك لو نير موتور، وكتمشي لابلاك موتريس. وتفعل افاعلها، وهذا الشيء هو اللي غنشوفه ان شاء الله في الدروس المقبله. اذا اللي كيهمنا هنا ونركزوا عليه، اي ان يجب تجديد دوه بالاستمرار، اي تجديد هذا الاتيبي، وهذا غيكون هو المدخل ديال العنوان، يعني ديال الدرس ديالنا المقبل ان شاء الله. يعني طرق نقلوا عليها، طرق تجديد الطاقه، هي الاتيبي طبعا. إذا هناك عدة طرق، إذا هذا غيكون هو الموضوع ديال الدرس ديالنا المقبل. إوا نتمنى تكونوا كتفهموا مزيان، أن هذا الشيء كيوالمكم وكيرضيكم. كما كنقول لكم ديما، فأنا كنرحب بجميع الملاحظات وجميع التفاعلات ديالكم. نتلاقاو في الدرس المقبل، وعقلوا عليه، من حيث انتهينا سنبدأ أي طرق جديد الطاقة، لا تبقي هناك عدة طرق. إلى هنا أستودعكم الله، كان معكم الأستاذ عدنان الوزاني، إلى اللقاء في الفيديو القادم.